ده توتوريال رقم 8، هنتكلم عن الكاباسيتي والليفل اوف سيرفيس. الفرق ما بينه وما بين التوتوريال اللي فات ان احنا بنتكلم هنا عن مالتي اي لين. اللي فات ده كنا بنتكلم عن الفري واي. ايه المالتي لين ده؟ اللي هو طريق متعدد ايه الحارات. الطريق ده ايه مميزاته؟ بيقول لك it may be divided or undivided. لو تفتكر الفري واي بتاع المره اللي فاتت كان لازم يبقى divided ولازم يكون فيه جزيره في النص. ده may be divided or undivided، ممكن يكون فيه جزيره في النص ممكن ما يكونش فيه. تاني حاجة number of lanes per direction، ده بيكونوا أكبر من حارتين. may include at grid intersections. لو تفتكر الفري واي كنا بنقول كل التقاطعات اللي موجودة عليه حاجة اسمها grid separated، اللي هي إيه؟ عشان تلف وترجع تلاقي تقاطع منفصل خالص عن الطريق. ده بيقول لك فيه at grid intersections، يعني ممكن على الطريق نفسه تقدر تلف إيه وترجع تاني، التقاطعات على نفس مستوى الطريق. عندنا برضو نفس اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده، عندنا شوية ideal conditions. برضو الكباستي بتاعتي أو السرعة بتاعتي تتأثر لو أي condition من دول مش متحقق. أول حاجة اللين ويدث ب 12 feet أو 3.6 متر. ال 12 feet هي أصلا بتساوي 3.6 متر. التوتال lateral clearance ديت بتساوي lateral clearance right واللاترال clearance left. الفرق هنا عن اللي فات، اللي فات ده ما كانش في الفري واي ما كانش بيهمني غير لو عندي شولدر في اتجاه الرايت. ان انا لو انا عندي شولدر على اليمين، شولدر ده اللي هو اتفقنا اللي هي النص حاره دي، لو عندي على اليمين شولدر دي كانت بتهمني. اما هنا بقى عندي حاجه تانية اسمها توتال لاترال كليرنس، ان انا عندي شولدر على اليمين وشولدر على ايه على الشمال. تالت حاجه نو تراكس اور باس اور ار فيز، كل اللي انا بتعامل معاه العربيات اللي انا المفروض امشي على طريق باسنجر كار. فالاف اللي هو بتاع الهيفي ترافيك الهيفي فيكلز باخدها بزيرو، ده في الايديال. نو اكسس بوينتس، احنا هنا كنا بنقول ان عندنا انترسكشن ان كان بيبقى تقاطع، لكن هنا عندي اكسس بوينتس بمعنى ان انا عندي دخلات، يعني انت ماشي كده ده الطريق ممكن تدخل يمين، فكل دخله من دول بنسميها اكسس بوينت. فالايديال ان انا ما يكونش عندي اي اكسس بوينتس. بعد كده درايفر ار فاميليار وذ ذا فري واي، ودي قلناها قبل كده ان الاف ايه سبيب بواحد. اخر حاجه ديفايدد دي مالتي لين، ان بالنسبه لي بفرض ان الطريق ده ان هو ديفايدد، ان هو مقسوم ايه في جزيره ايه في النص. ده الايديال كونديشنز. بعد كده الليفل اوف سيرفيس نفس اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده، الليفل اوف سيرفيس اي بي سي دي اي، وكل ليفل اوف سيرفيس من دول مرتبط ايه بالدنسيتي. بعد كده تعال نحسب الفلو ريت. الفلو ريت الفي على البيك اور فاكتور في الان في الاف سب اتش في في الاف سب بي، كل دول نفس اللي احنا قلناه في الايه في المحاضره في التوتوريال اللي فات. والاف سب اتش في طريقه حسابها ان البي برسنتج بتاع التراك والبي دي برسنتج بتاع الار فيز. الاي سب تي ده الفاكتور بتاع التراك وده الفاكتور ايه بتاع الار فيز. والثلاثه كيسز اللي موجودين عندي، لو هو اداك التايب بتاع الترين او لو هو قال لك ان انت ابجريد او لو هو قال لك ان انت داون جريد، نفس كل حاجه. كل الفرق بقى هنا ما في الايه في الفري فلو سبيد. الفري فلو سبيد هنا بتساوي البيس فري فلو سبيد ماينس الاف لين ويدث ماينس الاف لاترال كليرنس ماينس الاف بتاع الميديان ماينس الاف سب اي. بالراحه كده الاف لين ويدث هي نفس اللي قلناها قبل كده، الاف لاترال كليرنس دي قلنا ده كنا قبل كده بناخدها فور ايه رايت شولدر، بس دي هتبقى دي مش هتبقى رايت شولدر، المفروض دي هتبقى ايه، دي هتبقى اي شولدر موجود عندي، يعني رايت وليفت دي المفروض فور رايت اند ليفت. هعدلها. الاف سب ام دي الادجستمنت فاكتور بتاع الميديان، ان لو عندي جزيره في النص او ما عنديش. واخر حاجه ادجستمنت فاكتور بتاع الاكسس بوينتس، كان في الفري واي كانوا عندي تقاطعات، هنا عندي اكسس بوينتس فعندي ادجستمنت فاكتور ايه ليها. ودول ايه الاربعه ترمز اللي انا بقسمهم. واتفقنا بيس فري فلو سبيد دي السرعه لو ان انا في كيس الايديال، ان انا اكون محقق كل الايديال كونديشنز. قال لك لو ان انت البيس فري فلو سبيد دي بنعمل لها اسامبشن ب 60 مايل بير اور لو هي مش جافن. اول حاجه الاف لين ويدث، اللين ويدث نفس الجدول اللي كنا بندخل عليه قبل كده نجيب الريدكشن في الفري فلو سبيد. الاف لاترال كليرنس هنا بقى مختلفه، قال لك ايه؟ قال لك لو انت 4 لين هاي واي او لو 6 لينز، يعني لو انا عندي 4 لينز هتدخل على الجزئيه دي، لو انت 6 لينز هتدخل على الجزئيه دي. اللاترال كليرنس لو ب 12 فيت هيبقى الريدكشن بزيرو، اي رقم غيره قلنا ايه بيبقى عندي ريدكشن ايه بارقام، لان الايديال ان هو يكون 12 ايه 12 فيت التوتال لاترال كليرنس يكون 12 فيت، او ان الايديال بالنسبه لي ان هو التوتال لاترال كليرنس يكون 12 فيت.
12 فيت دي ليه جايه من ايه؟ لو تفتكر كان في محاضره في بنون الشولدر بتبقى نص عرض اللين اللي هو 6 فيت، بس هنا ان انا بتكلم على مالتي واي فبقى عندي شولدر على اليمين وشولدر على الشمال، فعندي 6 فيت على اليمين و6 فيت على الشمال، فلذلك الايديال بالنسبه لي 12. الكلام ده لو 4 لين هاي واي، وده لو 6 لينز على حسب هو انهي فيهم هندخل ايه على الجدول بتاعه. بعد كده عندي حاجه اسمها الاف سب ام، دي الميديان. لو ان انا الطريق ده انديفايدد اصلا، الطريق ده ما فيهوش جزيره في النص، هتاخد الريدكشن ايه ب 1.6. طب لو انا عندي ديفايدد هاي واي هاخدها بزيرو، لان انا الاوبتيمم بالنسبه لي، يعني مش الاوبتيمم، الايديال بالنسبه لي ان انا ابقى ان الطريق ده يبقى ديفايدد. بعد كده الفري فلو، بعد كده اخر حاجه الاف سب اي اللي هي الاكسس بوينتس، ان انا عندي كام اكسس بوينت لكل مايل على حسب عدد الاكسس بوينتس على حسب ما بجيب الريدكشن ايه في الفري فلو سبيد. بعد كده نفس الكلام بس الجدول ده مختلف، خد بالك الجداول دي هتميزها، الطريقه اللي بنميز بيها الجداول هنا مكتوب فور ايه مالتي لين هاي ويز. نفس الجراف ده في الفري واي هتلاقي مكتوب نفس الكلام ده بس ده فور فري واي، فده الفرق ما بين ايه الجدولين، الجدول اللي هو اللي فات والجدول ده، الجدول ده مختلف. الفلو ريت برضو على الاكس اكسس الافريج كار سبيد اللي هو الاس، والفري فلو سبيد ونفس اللي قلنا ايه قبل كده. بعد كده هتجيب الدينستي اللي هو الفي بي على الاس، وبعد ما جبت الدينستي هتدخل تجيب تشوف الليفل اوف سيرفيس، قلنا الليفل اوف سيرفيس ايه اللي هو لو الدينستي ب 11، بي ب 18، سي ب 26 لو الدينستي، والدي لو ب 35، والاي لو ايه لو ب 40. خد بالك في كام نوت كده تاخد بالك منها. اول حاجه احنا في الفري فلو سبيد انا عندي التوتال لاترال كليرنس، دي اللاترال كليرنس رايت زائد اللاترال كليرنس ليفت. وخد بالك لو دي مش جيفن او دي مش جيفن، لو لاترال كليرنس رايت او ليفت اكبر من 1.8 هاخدها ايه ب 1.8. طب لو مش جيفن هناخد التوتال لاترال كليرنس بالايه، هاخد التوتال لاترال كليرنس بالايديال. الايديال بالنسبه لي ان هي تكون ب 12 فيت، خلاص لانها ب 12 فيت بالتالي هيبقى الفاكتور الريدكشن بتاع السبيد اللي هو الاف سب لاترال كليرنس هياخده ايه بزيرو. النمبر اوف اكسس بوينتس، ان انا عدد الاكسس بوينتس دي بحسبها على السيجمنت، يعني كل سيجمنت في الطريق بعد عدد الاكسس بوينتس اللي عليه وعلى اساسها بحدد النمبر اوف اكسس بوينتس. يعني لو عندي 4 اكسس بوينتس في ال 10 كيلو يبقى ايه 4 على 10 تديك رقم 0.4، يبقى ده ال 0.4 ده اللي بدخل اجيبه من الجدول. اخر حاجه لو اي في داتا ميسنج ان انا بقسمها بالايديال كونديشنز. تعال ناخد مساله كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي. بيقول لك ايه 3800 feet segment، عندي segment ب 3200 feet 3.25 mile، عندي segment واخد منها 3.25 mile بدرسه، 4 lane undivided highway الجزء اللي انا بدرسه ده من segment من القطاع كله بطوله 3.25، وده عبارة عن 4 lanes و undivided highway. وخد بالك هو بيقول لك هنا مالتي لين ان ا سب ايربن اريا ات ا جريد، ومديك الجريد بواحد ونص، وبيقول لك ذا هاي واي از ليفل ترين، ومديك الليفل ان هو ان الترين التايب بتاعك ليفل، اند لين ويدث ب 11 فيت، ومديك الفري فلو سبيد ب 46 مايل بير اور، والبيك اور فاكتور والبيك اور فوليوم ب 1900، والبيك اور فاكتور ب 90، وبيقول لك ان في 13% تراكس و2% ار فيز، عايزك تحسب الليفل اوف سيرفيس والسبيد والدينستي للداون اي جريد. حاجه هنا عايز احسبها الفلو ريت، الفلو ريت اللي هو الفي سب بي دي بتساوي الفوليوم على البيك اور فاكتور في الان نمبر اوف لينز في الاف سب بي في الاف سب اتش في. كل الكلام ده كان دايما مجهول عندي. الاف سب اتش في، الاف سب اتش في هو مديني التايب بتاع الترين بليفل، دخلت على الجدول اللي هو 9.25 جبت الاي سب تي والاي سب ار. يعني ده مثلا الجدول اللي انا دخلت عليه هو ليفل، جبت الاي سب تي جبت الاي سب ار. من الكلام ده خلاص جبت الاي سب تي والاي سب ار، انا مديني البرسنتج بتاع التراك معايا في السؤال، هو هنا 13% تراك و2% ار فيز، فقلت 0.13 و0.02. من الكلام ده جبت الاف اي سب اتش بي. بعد كده الفي سب بي دي بتساوي احنا قلنا فوليوم على البيك ار فاكتور في الان في الاف سب بي في الاف سب اتش بي. الفوليوم انا هنا اصلا ايه كان بيقول لي
الفوليوم هنا بكام؟ ب 1900. جيت هنا خلاص عوضت الفوليوم ب 1900، البيك اور فاكتور 0.9، الان عدد الحارات، وهنا بيقول لك فور لين انديفايدد هاي واي، احنا يهمنا عدد الحارات في الدايركت بير دايركشن، فقلت خلاص يبقى عدد الحارات بير دايركشن ب 2، الاف سب بي ب 1، الاف سب اتش في بكام؟ 0.935 اللي انا حسبتها. الكلام ده اداك الاف سب، الاف سب الفلو ريت بتاعك ب 1129 باسنجر كار بير اور اي برلين. من الفي بي، طب الفري فلو سبيد، وهنا في السؤال اصلا مديك الفري فلو سبيد، او مدينا الفري فلو سبيد ب 46 ميل بير اور، معايا الفري فلو سبيد ومعايا الفي بي. دخلت على التشارت جبت الاس، انا لقيت هنا ان الاس بتساوي الفري فلو سبيد بتساوي ايه؟ 46 ميل بير اور. بال 46 ودي تقول 1200، دخلنا على التشارت، ده التشارت، دخلت 46 اللي هو تقريبا هنا، رسمت لاين كده فوق ده بسيط مع 1200، دخلت ال 1200، هو هتلاقي ان لحد النقطة دي هو اللاين ماشي ايه؟ هوريزونتال. فخلاص، فطالما اللاين ماشي هوريزونتال لسه ما وصلتش للكسرة بتاع الكيرف، فباخد الرقم بتاع الفري فلو سبيد اللي هو هنا هو بتاع ايه؟ الاس. فقلت خلاص يبقى الاس بتساوي فري فلو سبيد بتساوي 46 ميل بير اور. بعد كده هحسب الدنستي، هي الفي بي على الاس، الفي بي معايا والاس معايا، طلع لي الدنستي ب 24.5 باسنجر كار بير مايل اي برلين. 24.5 هندخل على الجدول نشوف هي ما بين ايه، 24.5 ال 24.5 هنا لما تيجي على الجدول دي ما بين ال 18 وال 26، دايما بميل لليفل اوف سيرفيس الاقل، فاخد ليفل اوف سيرفيس ايه؟ سي. فولت خلاص يبقى ليفل اوف سيرفيس ايه؟ سي. تعال ناخد تاني سؤال، بيقول لك ا 6 لين رولر مالتي واي ديفايدد هاي واي، يعني اذا الطريق ده ديفايدد وده مالتي واي وده بيتكون من 6 حارات، is on a rolling terrain، ومديك الطيب رولينج، with 3 access points per mile، عندي 3 access points per mile، and has 12 feet lanes، lanes عرضها 12 feet، الشولدر 5 feet right shoulder و 3 feet left shoulder، والبيك اور فاكتور ب 0.9، والبيك اور فوليوم ب 3300، بيقول لك ان 6% من العربية تراكس و 2% باصز و 2 ريكريشنال فيكلز اللي هي الار فيز، والبيس فري فلو سبيد ب 55 مايل بير اور. بيقول لك عايزك تحسب الليفل اي اوف سيرفيس. الموضوع بكل بساطه، اول حاجه محتاج احسبها الفي سب بي الفلو ريت. هو بيقول لك ان التايب بتاعك ايه، هنا قال لك ان انت رولينج، الاي سب تي والاي سب ار. تعال ندخل على الجدول بتاع الرولينج ونجيبه، الجدول بتاع الرولينج اهو ده الجدول، تايب اوف ترين رولينج، جبت الاي سب تي ب 2.5 والاي سب ار ب 2، بقى معايا الاي سب تي والاي سب ار، البرسنتج بتاع التراك والبرسنتج بتاع الار فيز. هو هنا مديك البرسنتج بتاع الار فيز ب 2%، طب البرسنتج بتاع التراكس دي برسنتج بتاع التراك والباصز، هنا التراك كان ب 6% والباصز ب 2%، فهاخدها ب 8% مجموع الاثنين. من الكلام ده جبت الاف بتاع الهيفي اي الهيفي فيكلز. بعد كده الفي سب بي الفوليوم معايا ب 3000، البيك اور فاكتور ب 0.8، لان عدد الحارات ب 3. طب دي عرفتها منين؟ هو بيقول لك 6 سلين مالتي واي، مالتي لين، فانا يهمني عدد الحارات بير دايركشن، فعدد الحارات بير دايركشن هم 3 حارات. الاف سب بي فرضتها بالايديال كونديشن ان هي بواحد، ان الدرايفر ده اوير بالطريق، الاف سب اتش في ب 0.877. من الكلام ده جبت الايه؟ الفي سب بي. طب بعد ما جبت الفي سب بي، طب الفري فلو سبيد عايزين نحسبها. الفري فلو سبيد اول حاجه هي بتساوي البيز فري فلو سبيد، البيز فري فلو سبيد هنا، او معلش الرقم ده المفروض ده يبقى 60، المهم الفري فلو سبيد هنا ب 60 ماينس شويه ريدكشن. اول حاجه الاف سب ميديان، هو انا هنا هل انا عندي ميديان ولا ما عنديش؟ هو هنا كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ديفايدد، كونه قال لك ديفايدد هنيجي للجدول، تعالى نروح نجيب الاف سب ام لما يكون ديفايد، ادي الاف سب ام لما يكون ديفايد هاي واي بناخدها بزيرو، فخدتها بزيرو، خدتها بزيرو. طب الاف بتاعت اللين ويتس، هنا اللين ويتس كان مديلك بكام؟ قال لك اللين ويتس ب 12 فيت. خلاص يبقى انا عرفت ان اللين ويتس ب 12 فيت، ف تعالى نروح نجيب الرقم بتاعها،
12 فيت، يبقى المفروض الرقم ده برضو كمان كان يبقى ايه بزيرو، الاف بتاع الانويتس خلاص ده هغيره واخليه بزيرو. ماشي، هنا الاف سب لين ويتس، احنا هنا المفروض اللين ويتس ب 10 فيت، هي كانت غلط اللي هي ب 12، فدي المفروض هتبقى ب 10 فيت. تعال ندخل ب 10 فيت نشوف الرقم. لما ترجع كده هتلاقي نفسك لو دخلت على الويتس ب 10 فيت هتلاقي الرقم بكام؟ 6.6. خلاص هدخل بال10 فيت اجيب الرقم، جبناه هنا ايه 6.6. بعد كده اللاترال كليرنس، انا هنا اللاترال كليرنس بيقول لي 5 فيت شولدر على الرايت و3 فيت شولدر على الليفت، يبقى اذا التوتال ب 8. تعالى ندخل الجدول اللاترال كليرنس، انا هنا 6 لين وعند ال 8 تلاقي الرقم ايه ب 0.9. عوضت عن الرقم هنا ب 0.9. بعد كده الاف سب ايه اللي هي عدد الاكسس بوينتس، انا هنا بيقول لك ايه، بيقول لك عندك 3 اكسس بوينتس لكل مايل. تعالى ندخل على الجدول الاف سب ايه، هو بيقول لك لو عدد الاكسس بوينت 0 بتاخدها ب 0، لو 10 ب 2.5، عند 0 بتاخدها ب 0، عند 10 اكسس بوينتس الرقم ده بيكون 2.5. طب انا عندي كام اكسس بوينتس بير مايل؟ انا عندي 3. باي طريقه كانت هتجيب لي الفاليو عند ال 3 دي بكام؟ انا هنا جبت الفاليو تقريبيه، جبتها بكام؟ جبتها بنص من الكلام ده ايه، جبت الفري فلو سبيد بتاعتك. طب بعد ما جبت الفري فلو سبيد ومعاك الفي بي، هتدخل على الجدول لقيت ان الاس هتساوي الفري فلو سبيد هتساوي 52 ايه مايل بير اور. من الكلام ده نعرف نحسب الدنسيتي، الدنسيتي عباره عن الفي بي على الاس، الفي بي معايا والاس معايا، جبت الدنسيتي، من الدنسيتي لقيتها ما بين ال 26 و 35، يبقى انا عرفت الليفل اوف سيرفيس بتاعي ان هو ايه. وشكرا جدا لاستماعكم.